مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ أمن هدية أفضل من القصيدة نهديها لأمهاتنا في عيد الأم؟ من يود أن يكون أول من يشارك رفاقه في قصيدة عيد الأم التي ألفها؟ السيد بنتلي؟ لا تترك ناجينا باج. كم أود أن أعود صغيراً ابن 5 سنوات حين كانت أمي تخبرني كل ليلة أحلى الحكايات. كنت أشعر بالأمان حين كانت تحملني بين ذراعيها بحنان، كانت عيناها تلمعان بالاطمئنان. كلام مؤثر بالفعل سيد بنتلي. أنت مزعج فعلاً. يجب أن أتصل بأمي في أقرب وقت ممكن. التالي، أمن متطوع؟ أتركني وشأني. آنسة كريتشر. إلى أمي القوية والشجاعة، أمي الجميلة، اختاري ما تحتاجين إليه، أقدميه، أمسكيه، اضربيه وحطميه بين فكيك القويين، حطمي أضلاعه وجذعه ليسقط ضحية ميتة 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 ميتة. عيناك تحملان بريق الجوع الذي لا يشبع. أمي. هذا مؤثر. انتظري سوف ترين. هذا مؤلم. آنسة كريتشر، هل رافقتني للحظة؟ كريبي كريتشر، رقم بطاقتك المدرسية 241. طلب مني أن أقرأ هذه القصيدة، وأنا أوافق دكتور باباز في تقييمه بأن هذه القصيدة هي خطيرة. شكراً. وأنا أرى أنه على المدرس المسؤول أن يكون حذراً جداً تجاه الوضع النفسي الحساس للمراهق. لذا سأجري لك امتحاناً لأتعرف إليك أكثر. امتحان؟ ولكني لم أدرس. لا 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 ابنتي، هذا ليس امتحاناً تحضرين له مسبقاً، بل إنه ما يسمى بامتحان الرؤية الإبداعية. اجلسي واسترخي، والآن قولي لي أول ما يخطر في بالك. ذبابة بالوعة، بعوضة تمتص الدم، قمل في الرأس، بيت عنكبوت، برغوث كبير، حشرة منتنة، دخيل، نملة طيارة، صرصران يتقاتلان على قطعة لحم متعفنة. هذا مدهش فعلا. شكرا لك كريبي، يمكنك الانصراف. بلغت مكان إقامة الحشرات. للدود اضغط على الرقم 1، لليرقات اضغط على الرقم 2، لباقي الحشرات اضغط على الرقم 3. أنا كريبي. كيف كان يومك كريبي؟ لا تتكلم ودودة القز في فمك. عفوا أمي. ها
هل أعجب الجميع بقصيدتك عن عيد الأم؟ لقد أحدثت ضجة كبيرة. لقد ورثت هذا عنك. أنا فخورة كثيراً بك. لدينا هنا شاعر حقيقي في العائلة. ضمة جماعية. امتحان في التاريخ. هذا أسوأ مما توقعت. مهلاً كريبي، أنا أعرف بأنك تعانين ضغوطات كثيرة، ولكن هذا يعتبر طبيعياً لفتاة. كم مرة علي أن أقول ابقى بعيداً عن الورق اللاصق. وإذا ناقشنا هذا بهدوء سترين أنه لا يجب القفز مباشرة إلى النتائج. هل لفظت كلمة قفز؟ لا لم يكن قصدي. الحمد لله. اطمئني الآن ابنتي. لا تقلقي، فالآنسة موتسيرات شخصياً أصبحت الآن هي المسؤولة. سنذهب إلى المنزل لنتحدث إلى والديك. إذن أخبريني عن أمك، فقصيدتك توحي بأنها متوحشة ولا تحتمل. إن كنت صغيرة الحجم فقط. نات نات قادم ينقذ الموقف. مهلا، أين تذهبان؟ أتقولين إن أمك تشعرك بأنك صغيرة؟ في الواقع أنا الأطول بين أفراد عائلتي. هل تسكنين هنا؟ لطالما ظننت أن هذا البيت القديم مهجور. آنسة موسيرات، يجب أن تعلمي أمراً مهماً. أفراد عائلتي جميعاً لا يشبهونني. يا لهذه القطعة الجميلة. بأي حال لا يهمني مظهرهم، أنا سأرى من هم فعلاً، ولا شيء سيتغلب على بصيرتي القوية. ما هو هذا الصوت المخيف؟ إنها عمتي روز تتبع حمية غذائية. إذن هل غالباً ما يكون والداك خارج البيت حين تعودين من المدرسة؟ والدي، في الواقع إن أهلي، أعني أن أمي هي موجودة هنا. أمي؟ آنسة مونتسيرات، لقد سمعت الكثير عنك. اعذريني على هذا المظهر، ولكنني مصابة بالحصبة الألمانية، لذا لا تقتربي مني كثيرا. سيدة كريتشر، أنا هنا اليوم لأنني قلقة على ابنتك. أفترض أنك قرأت قصيدتها عن الأم؟ نعم، لم أعرف أنها تكن لي مثل هذه المشاعر. نحن قلقون من الصور الواردة في القصيدة، أم تقطع رؤوس الضحايا المساكين. هل من خلاف بينك وبين ابنتك سيدتي علينا أن نعرف به؟ لطالما اعتبرتني مثلها الأعلى. نوعا ما. علاقتنا رائعة ومفعمة بالمحبة. هذا دليل على الترابط العائلي. إذن كيف تفسرين وصفها للجوع الذي لا يشبع أبدا؟ تعرفين كم يكون العشاء حيويا بوجود عائلة كبيرة جدا. أظن أن ما قصدته في قصيدتها هو أنها تعتبرني امرأة قوية. من المهم لفتيات اليوم أن يروا أمامهن أمثلة من النساء القويات. أنا أفهمك وأؤيدك تماما، فأنا أعتبر نفسي مثالا للمرأة القوية أيضا، حازمة لكن عادلة. نعم، من المهم أن ترين من الرئيس، فهذا لمصلحتهن. أمن طريقة أفضل من هذه تسمح لهن بالخروج من الشرنقة والابتعاد من العشب؟ سيدة كريتشر، نادني كارولينا. كارولينا، كريبي محظوظة جدا لأنك أمها. إنها الغازات. قليل من حليب المغنيسيوم قد يساعد، ولكنني أسمع أزيز حشرة. إنها تقصد العنبر. شكراً لوقتك الثمين. ارحلي ارحلي. إن الحشرات مخلوقات مقرفة جداً.
بالمناسبة تحتاجين لمبيد للحشرات. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أنت المثل الأعلى للذكاء أمي. عفاك الله. هل رأى أحدكم العم روز؟ عمل آخر أنجز بنجاح. لا شيء أبداً يحد من قدرات موتسيرات التحليلية. بلغت قليلاً عندما قرأت قصيدة عن أمي. هذه الحشرة لا تقوم بقطع رؤوس الضحايا المساكين، بل في الواقع تعض جذع ضحيتها لتشلها. من الجيد أن أمي تتبع حمية ولا تأكل أصدقاء الحشرات.